قال لي اخوي نوف، يعني بالنسبه للميكانيك قلالين وعليهم عليهم طلبات بزاف. هنا عمرك تلقى الميكانيك بحال اللي في المغرب، بس كيتشمش كيصاوب طوموبيله، كتمشي كيتسنى يومين ثلاث ايام تخرج يبيع ديكوره، ما كاينش الراحه. يوميا يوميا الخدمه من غير الويكاند. اقسم بالله انا دابا تنكون جاي دابا انا في الهاي واي وكنكون سايق طوموبيل، تنبقى نشوف شحال ديال الترافيك وشحال ديال الطوموبيلات، تنبقى نقول تمنيت، اقسم بالله لا تمنيت فاش كانت عندي ديك 12 عام ولا شي لعبه كل شي واحد دخلني الميكانيك وتعلمت. عرفتي كون راني دابا دخلت مع شي واحد درت مع شي 6 شهور ولا عام نتعلم معاه الحرفه والخلصه وداك الشيء ديال الطاعت في داك العالم، مورا نحل شي حانوت ديالي ونجيب نخدم معايا ني مكسيك ولا نخدم معايا مغاربه اللي جايين جداد في الصناعه وداك الشيء. وكتبدا الطوموبيلات ما كيوقفوش وحده مور حدا، انفو كتسال الاخرى كيتسناوك اللي برا، وعاد هذوك اللي شادين الموعد. فهمتني؟ يعني تخيل معايا باش تعمر غير اي سي، باش العيال هنا ما كيعرفوا يديروا، باش تلغي داك هذاك اللي كينسح الجاج كيتسمى باش نرجع انا صح والله ما عرفت شنو كيتسمى، وكاع كيتنساو لي التسميات اللي ما كنقولهمش ديما. هذاك اللي كيمسح الجاج من الشتا والبرتميجه ضحكوا عليا دابا سويغلاس، هو هذاك سويغلاس. سويغلاس تخيل معايا العيال هنا ما كيعرفوش يبدلوا سويغلاس، خاصهم يتسناو شهر ولا ثلاثة سيمانات باش يمشيو يبدلوه. وتخيل معايا شي حوايج هنايا بصعب. ولكن تمنيت انا فاش كنت 18 عام ولا لعبه كنت دخلت للميكانيك ولا شي لعبه، كون كنت خلص بلا الفلوس هنا كيخدموا لك ب 65 دولار حتى 70 دولار للساعه، شي مره حتى 80 على حسب السمعه ديالك وداك الشيء. وتخيل معايا غتجي تبدل الفرانات في ساعه ولا ساعتين شحال تحسب له؟ شي 300 دولار. من احسن الحوايج ولا من احسن الخدميه فيها الوسخ، بنات ودراري هاد الخدمه هادي ماشي دراري. ولكن تجي لنا صافي، يعني ماشي غير هي اللي فيها الفلوس، نو كاينين الفلوس في بلايص بزاف خدامي بزاف، ولكن هذه بالنسبه لي انا كنشوفها العاق. هذه هي الخدمه اللي غادي تحل بلايص بزاف، وتولي انت غير كتسافر وتجلس في المغرب وعندك اللي خدام كتفقسنا صافي. وحتى الميكانيك هنا غير بلا بوانتمنت، يعني كتصوني عليه عندي مشكل بغيت نبدل الزيت كذا، اوكي وقيتك في هذه البلاصه، في هذه البلاصه غتجي لوقيتها. الا فتي قسمه يمشي عليك الحال، غادي رومبلاسي واحد اخر الفقصه. وتخيل معايا سويغلاس صاحبي حشومه كاع، الكوار ما كيعرفوش يبدلوا هنايا. حتى الحلاقه، واحد الدري سولني على الحلاقه. الحلاقه كذلك هي الا بغيتي تمشي تحسن خاصك موعد، من غير الا مشيتي ودخلتي وتسنيتي حتى تيسالي ولا ما جاش شي واحد في الموعد فتدخل تحسن. داكشي علاش انا حسنت في المغرب، وانتم حسنت في المغرب وتهنيت تهنيت من داك البراند ديال تسنى وكذا وداك العالم. شحال كتحسن تما؟ 35 دولار، 35 دولار ما بين 30 و 35. ديك النهار حسنت ب 35، ولكن النهار الاولاني اول مره باش حسنت في ميريكان كان شهري طوال، حسنت بشي 60 دولار على 600 درهم. ولكن الشهر اللي كان عندي طوال ديك الفيليبينيه مسكينه ساعتين وهي كتحس لي. طلع داك الدري اللي في ميريكان ساعه ما عندوش الكونيكسيون، كون طلعوا شي دراري جداد ديال جو ميريكان نشوف الدري واش جديد. خاص ما كيتشارج كنت بقات معاه باش يتشارجا الخوت التليفون. انا اللي كتكا باش كيتشارجا نوريكم باش تشوفوا شنو كندير. هاد اللعيبة هادي هادي كتشارجي الايباد من هنايا، هنا المكانة ديالك، وهنا التليفون انفو كتكي كيتشارجا، ولكن ما عرفت مالا تعكس هاد الدار. اوكي او فاك تاخد معاك وتشارجا وجا الحبس. اوكي سو المهم السلام اخي سوفي، الله يحفظك خويا سيمو، شكرا بزاف خويا جديد، خويا انا جديد في امريكا انا فوليت كنتاكي. مرحبا خويا طلع عاودنا خويا التجربه ديالك، شحال اللي مطلعنا الدراري جداد.
سفيان دوينا على الدياجنوستيك اخويا، ما اعرفش، عنديش فكرة اخويا العزيز. ما بقاش كيطلع لك اللايف بحال شحال هادي خويا، راه البركة هاديك تبارك الله، راهي وصلت 700 حيت دابا راه ما كنديرش، راه تندير لايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاني اخويا، هاني اخويا سفيان، بخير؟ انت باينة من اكادير. هاي باهي طبعا. الله بخير انت سفيان، الله يخليك خويا. انت هاني بخير الحمد لله. سمار الله يبارك. هل انت دابا في ميريكا؟ اخويا ها؟ هل انت في ميريكا؟ تقريبا شي شهرين هادي تقريبا. جيتي قرعة؟ اه تبارك الله. اشنو بلاصة في كنتاكي؟ لويزفيل. لويزفيل؟ لويزفيل يا لويزفيل ماشي لويفا، راه كنت فيها. هو كيقول لويزفيل المهم بعض المرات. هي مدينة، هي مدينة زوينة، غير هي ما فيهاش بزاف ديال الوير هاوسات والمصانع. يعني ضروري خاصك طونوبيل. انا جيت عند واحد الدري اطلع لي على امازون، الله دوت معاهم شي خمس ايام هادي. هذاك الشيء اللي عندكم في ديك البلايص تما كيخدموا غير في امازون ولا؟ ولكن كنت في الجيش في الشهر الاول، كنت مشيت لفلوريدا خدمت تما عند شي عرب، ولكن ما مسلكنيش القضيه تما، صافي وانا نجي لكنتاكي. ويلي علاش ما خدمتيش معاهم؟ هما راك عارف العرب ما خلص والو، راه 10 دولار في الاول، داروا لنا 8 ونص يعني ما مسلكاش، صافي صبرت تما حتى شديت الوراق ديالي وعاد تحركت. 8 ونص شنو كنتي كدير في الخدمه؟ والو خويا هذاك الشيء كنت خدام في واحد ستور، ستور ديال ليك ستور ديال العرب ولا العربه ولا ديال العراقيين ولا كيفاش؟ المغاربه، عندهم ليكر وعندهم سموك شوب وكذا. اوكي ماشي مشكل. وجيتي لهنا لهنا زعما مشيتي لكنتاكي خدامه زوينه؟ لا الحمد لله سمر، الحمد لله تيسرات القضيه دابا الحمد لله، راه غادي قلت لك شي خمس ايام تقريبا هذه الحمد لله. باش ماشي خديتو ديليفري ولا كدير دوك صغار كتخرج بالماكينه؟ هادوك اللي كنديرها كندير برايس كتبرسي السلعه، ديك كاستمر ريتيرن يعني داك الشيء نرجع لك كتاون بلاي عاوتاني كذا. انا مخير. وبالنسبه مرتاح ما عندكم جاليه؟ لا لا الحمد لله، الحمد لله هذا احسن يعني. امازون مزيان يعني، هي بعدا طالعه شويه 17 شونس تقريبا باش بادين معنا كذا، راه الحمد لله غادي بخير. خير مزيانه. وبالنسبه للوير هاوس بعيد تقريبا؟ لا بعيد شويه، ولكن الدري معنا لا جزاء بخير، هو كيدينا وكذا عاد. حتى ماشي طوموبيل. حتى هو خدام تما، خدام تما هو. مزيانه مزيانه مخيره. وبالنسبه شنو عاجبك دابا في كنتاكي ولا هي غير على من؟ لا هو راه بنان ديما كيطمح لنا اول شيء عندك طموح، ما حد كطمح لنا ودير شي حاجه مزيانه المستقبل ديالك يعني، فهمتي؟ ان شاء الله نتمنى انو ان ندوز واحد العام هنا نيت في امازون، وديك الساعه كنت داير بلان انا ندير ان شاء الله تراك ولا شي لعيبه بحال هكا. دابا انت مازال ما عارف شنو غادي؟ لا عندي ما عندي يعني داير بلان انا اصلا تراك، حتى في المقابله كانت سولني على شنو باغي دير في ميريكا باش ملي توصل تما، قلت لهم انت غنولي نصوت تراك، قال لي صافي مزيان. اوكي اوكي مزيان. بالنسبه فاش جيتي واش طلبوا لك انت الضامن؟ لا ما نظلمو، انا جديد دي في 22، ما طلبوش ليا. انا جديد قبل ما يخرج هذا القرار الجديد. جديد الفيزا، انا مع العيد الصغير تقريبا. العيد الصغير صافي جديد ديريكت. هي راه كي جات امريكا؟ الحمد لله سامر جو شكل كل احسن. اكادير ولا امريكا؟ واه ما كيزوجش البلاد انت راك عارف لا مجال للمقارنه. ماشي مشكل مزيان، برافو عليك ومبروك عليك. داك الشيء اللي كان التخصص فيه الله ينورك اخويا. نعم اخويا. شو سميه؟ محمد. مشرفين اخويا محمد. عندك شي سؤال اخويا محمد؟ بغيت نسولك على المجال ديال التراك، حيت كنت سمعت انه كنت قلتي راه ما بقاش فيه معنى، ما بقاش زعما واكل يعني، دابا الغاز غلا وكذا، وبغيت نسولك على الدومين واش فيه ناوي زعما انه لا. انا كنت قلت لهم بلي في الفتره هذه يعني المجال ديال اللوجيستيك كيعاني جات ديك الانفليشن على كل شيء، زيد عليه هو تاثر بزاف من ناحيه المازوت، او من لانه السلعه ما بقاتش كتدخل بزاف الامريكان يعني، ولات ما كيخلصوش مزيان،
الترانس يعني بحال قلتي بدا كيهبط شي شويه، قلت هذاك الشيء عادي. شوف راه ديما كان قبل ثمن ديال انا رموك، ولا قبل ما يديروا الناس بزاف راه كان قبل تيعاني بحال اوكي كيطيح اوكي. انا قلت ما واكلش يعني ما ديروش، شنو هو واحد الفتره كيعاني ولكن راه غيولي يطلع عاوتاني. هذا هو المازوت راه كيهبط. اي الحمد لله يعني بلان واخا يزعم يدخل ليه ماشي مشكل. الا عجبك الا كتعجبك السوقان هكايا وعجبك ضروري وداك الشيء دير. الا كي باغي تقرا شي حاجه حتى هي سير مزيان جوج بهم مزيان، شوف انت اللي تدري اللي كترتاح فيه. ان شاء الله ان شاء الله يكون خير اخويا. الله يلا ينورك اخويا. بس كنسمع سلام كتسمعني؟ ما كنسمعكش انا. كتسمعني دابا؟ الو الو حول حول واش كتسمعني؟ ما عرفتش واش كتسمعني دابا ولا لا. الو اوكي واش كتسمعني ولا منزل؟ دابا قلت لك تسمعوني دابا شتي دابا واش مزيان؟ يس اوكي كتسمعوني دابا مزيان براو. المهم بارطاجيو اللايف اصاحبي، بارطاجيو اللايف جماعه كتفرجوا اصاحبي. نطلع الدري الاخ اللي طلع معنا، فين هو الدري ديال كونيريكيف خويا العزيز ديال كونيريكيف؟ عاود صيفط لي العزيز، ما تصيفط لي ميساج باش نطلعك. اسمح لي خوتي راك باغي نحيد هذه ديال التليفون حيت ما كتعكس الشارج. صافي دابا راه كيتشارج مزيان، كتسمعوني مزيان دابا 5 5. فين هو الدري ديال اللي عطلع معايا دابا الوحده 122 كتسمعوني؟ صافي مليح كاع العز بكم. هاي اتس جيتين هاد يو نو ذات حاول حاول واش كتسمعوني؟ فين هو ديك الدري ديال اللي عطلع معايا دابا؟ او خويا واش ما كنتيش خدامه؟ البرقية واضحة. خويا سعد راك ما خدامش عندك واقيلا هادشي؟ اه ماشي انت يا سعد، كنت غنصيف واحد الدري اخر. صافي انا نيفي هذا هو الماين نيفي الماين براين ام سي. خويا لك تيكتب لك انا اخويا العزيز. الو كتسمعني؟ فين اخي سفيان؟ هانيك الحمد لله اخويا. هاني انت دابا مزيان؟ اش تعاود؟ كلشي بخير؟ بخير العزيز. انت هاني اش كتعاود؟ صحيح الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك. مرحبا اش من بلاصه في كونيريكيت انت؟ نيو هافن. انا كاين لا ماشي في نيو هيفن، نيو هيفن بعيده عليا. انا كاين في ميستيك الا عرفتيها، قريب رود ايلاند. او كنت تما كنت تما كنت تما قريب رود ايلاند بزاف. انا راه مشيت لهذيك البلاصه مشيت لهذيك البلاصه تما هي عندكم سميت والديا كاع. راه جيت ما بين الحدود ديال رود ها اشنو سميتها؟ راه جاي حدا الحدود ديال رود ايلاند. كان عندي واحد البلوط تمايا مع كونيريكيت. لا في كونيريكيت ومشيت لها ماشي مره ماشي جوج تما. هذيك هي بلاصه من مدينه ما تعقلش اش من مدينه عندي عشيري تما ساكن في هذيك الناكار ناكاتاك عرفتيها؟
شنو هي ناغاتاك اي ثينك ماشي باوكاتاك لا ناغاتاك راه كاينه الوسط كاينه فوق نيو هيفن ناغاتاك عرفتها جات الفوق هذيك وانا كندوز من التحت في الطريق اللي كتدي البوستان عرفت انت تدوز انت على ال 84 ولا 95 والله ما عقلت او ديت شحال من الطريق كنزنيهم كاملين ما كان انا ما كنحفظش الارقام حتى ندوز طبعا طلعت معاك شحال هذا واحد المره والله الا بخير اخي ويلي ما عقلتش عليك طلعت معاك واحد النهار تعقل عليا كنت في الغاز ستيشن الا تعقل عليا عقلت كنتي قلتي لي بلي باغي تحرك من الغاز ستيشن وكذا دابا يلا خديت السي دي ال ديالي وابليت البرايم اللي في بنسلفانيا تعرفها اللي في بيتستون لا ما عرفتهاش برايم ولكن برايم راه كاين في بلاصه لا ماشي ديال امازون هذه برايم اي ان سي لا عرفتها برايم اي ان سي عرفتها ولكن راه كاينه هي في امريكان كامله ولكن انا اللوكاسيون اللي قريبه ليا هي ديال بنسلفانيا هي اللي قريبه ليا شي 4 د السوايع د الصوب انت قلت لي شي عامين في امريكا لا انا 3 سنين جيت في الاخر ديال 2019 3 سنين وكنتي قلت لي بلي جبتي الروتار بزاف في هذيك الويت ستيج الغاز ستيشن لا ما كنظنش هيك ماشي حد اخر لا انت قلت لي بلي غاز ما كديباني على من دير سي دي ال وكنتي قلت لي بلي تعطلتي بزاف يعني ما درتيش من الاول وكذا كنت قلت انا دابا يلا خديت السي ال بي وغنمشي للترينين لهاد الكامباني دابا شديتي البيرمي دابا كاين عندي السي ال بي السي ال بي ونمشي لعندهم واحد 3 ويكس غادي ندوز هذيك الساعه درايفين دابا عين السي ال بي واش دابا انت دوزتيهم بجوج ولا غير دوزتي الكتاب انا دوزت غير الكتاب ونجحت فيه فهمتك دابا انت مازال ما دوزتيش السوقان والقرايه اسمعني نقول دابا درت واحد الطريقه زوينه ما نخلص فيها حتى ريال يعني فهمتي قريت لي بوحدو في الدار مشيت دوزت الامتحان ديال سي دي ال كلاس اي مشيت دوزتو ونجحت فيه شديت سي ال بي لايسنس عرفت هذيك اللايسنس ولكن راه ما كيتسماش لايسنس سي دي ال دابا انت مازال عندك غير سي ال بي سميتها كوميرشال ليرنر بيرميت هذيك هي باش يمكنك تابلاي للشركه حيت باش تابلاي للشركه ريكوايرمنت خاص يكون عندك سي ال بي ما يمكنش فهمتي ضروري نقول لكم ما خاص يكون عندك سي ال بي حيت الكتابي ما غدوزولكش الشركه غدوزو نتايا لا الكتابي انا ودوزتو وفهمتك داكشي اللي تيقولك دوز الكتابي عادي يجي ندوزو لك حيت هما كيدوزوك غير السوقان ولكن من بعد ما غادي يدوزو لك السوقان غادي تجلس واحد العام ولا عامين عام عرفتي شحال وفاش غادي تبقى معاهم واش عارف شحال تبقى يخلصوك انا ماشي مشكل انا دايره باسيون ديالي باغي فهمتك شوفو كان واش ماشي مشكل شوفو كان والله ما مشكل انا كيعجبني هادشي باغي نديرو فهمتك شوف انت كتبقى انا نبغي هو الا ما كانش عندك المشكل في الفلوس سير الى بغيتي الى ما ساليتيش معاهم الكونترا ما غيعطيوكش السي دي ال ديالك لا غنساليها معاهم ناخذ اكسبيريونس داك العام ومن بعد كنقول بغيت نمشي لكيدن دابا المشكله هو انه راك ما عارفش شنو غيجي يعني راه غادي يستغلوك وغيخلصوك قل من داك الشيء اللي كيخلصو في الريستورا وغادي تبقى تشوف راسك غير كدلع وما تقدرش تقول لهم نمشي ولا ما عجبنيش ولا غتبقى غير بحال تيليكوموند بحال كيسيروك تيليكوموند من بعيد يعني هما كيدخلوا انا واحد الدري صاحبي خدام تماك لا فهمني شنو غنقول لك فهمني شنو راه مزيانه كبدايه زعما فهمني شنو غنقول لك هذاك الشيء انت اللي ما بغيتيش تخلصو في مدرسه خاصه هما غيخرجوه منك وغيربحوا وغيزيدوا يتفننوا يعني غادي تزيد انت تدخلهم بزاف فهمتني شنو بغيت نقول لك هو شوف هي طريقه زوينه ولكن ما بغيتهمش يستغلوك حيتاش ما عرفتش كيفاش نقولها ما كنبغيش نقول الطريقه باش ما نضربش المشاعر ولكن ناخذها كاكسبيريونس لا خذ راحتك ناخذ انا كاكسبيريونس وصافي عام دغيا كيدوز المهم انت حر اخويا امين انا غير ما بغيتش دوز حيت شوف ماشي مشكل شوف انا دوزت الرموك الناس راهم كيتفرجوا راه دوزوا الرموك شي راك دوز غير شهر واحد راه كيدوز بحال اللي دوزتي عامين صعيب وتخيل معايا دابا انت غيبقاو يصيفطوا كلشي لبلايص اللي هادوك دوزوا البيرمي في بلايص اخرين ما بغاوش يمشي ليهم انت اللي غتمشي ليهم غيبقاو يصيفطوا لكاليفورنيا مثلا الناس ما كيبغوش يمشيو لكاليفورنيا انت غيصيفطوا
ماشي حيتاش بعيده وحيتاش غير 55 تبقى ساكن ب 55 ولا مشيتي خاصك تبقى غادي على اليمين وخا الترافيك الا مشيتي على اليسار يعطيوك تيكيتا الويت ستيشنز عندهم قاصحين خاصك هذوك تاندم زرويد اللور خاصك تزيدهم حتى لقدام عرفتي شحال كيبقاو ودابا حاليا راه ولاو كيعقدوا يعني مابقاش اللي يزي من كاليفورنيا وزيد 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 يعني كاع الناس تقول لهم لا انت غتولي غير غادي كيصيفطوك غير لوكاسيون صراحه ما عنديش انا حتى فكره انا على هذا الشيء ما فهمتيني يلاه اسمعني شنو غنقول لك عالم داخل لي جديد فهمتيني داكشي علاش سول هذاك الانسان اللي فاتك بليله تيقول اللي فاتك بليله فهمتيني ها انت هضرتي دابا حيتاش دابا شوف على ربما عندي واحد شويه ديال التجربه ديال عام اكثر من عام شويه يعني كنصوب في الولايات كاملين يعني تلاقيت بزاف ديال الناس اللي كيصوقوا الرموك في الويت ستيشنز في الدوش في كل شيء يعني شي كيعاود كاين اللي كيعاود لك عنده كاميونات كاين اللي تا هو مسكين بحالك يعني ثاني مع شنايدر ولا ثاني مع هاد برايم ولا ثاني مع شي شركه اخرى اللي دوزات له البيرمي وتحرت عليه انت براسك دابا مثلا الا بغيتي تسافر خاصك حتى تستنى يعطيوك الفيكيشن ديالك ماشي بحالي ولا بحال واحد اخر ماشي بحال ما تكون واخد السي دي ال السي دي ال ديالك انا من غدا نقول لهم شوف اثنين غنجيب لكم الرموك غنمشي للمغرب صافي يقولك صافي تدير لهم الرموك حتى تجي ترجع للخدمه ما عندك شي غير ساعه شنو اخر عاوتاني كتبقى اقل حاجه اللي الانسان كيتحرم منها هو ديك اللقطه ديال لا ما نمشيش لديك البلاصه هادشي يقول لك ما يمكنش انت ثاني انت ما تبغيش تمشي ليها ولكن كتولي مفروض عليك انك كتمشي ليها وانت تعرف شوف انت تعرف حيتاش عام راه ما ساهلش دابا انت كتقول عام ماشي مشكل عام انا باغي ناخذها كاكسبيريونس فهمتيني ناخذها كاكسبيريونس نستافد ندوز بزاف د الحوايج هذا فهمتي يدخلوا لك للراس ينفعوك من بعد فهمتي هو التدريب ديالهم زوين شوف التدريب ديالهم ديال شنايدر زوين هذاك الشهر الاول شهرين ماشي شنايدر لا قلت لك هما بجوج بهم هو وشنايدر كاع دوك المدارس الكبار اللي كيديروا التدريب كيديروا التدريب زوين كتعلم شي حوايج اللي ما يعلمونناش حنايا وحتى كنتعلموا راسنا في الطريق ولكن ما كتبقاش حر هذا الشيء اللي بغيت نقول لك من بعد عام عاد كتولي ماش غادي دير ماشي مشكل واش يقول لك داكشي اللي قلتها ديك النهار قلت لك بلي الا قدرتي دوزو الراس بفلوسك حسن ما تفكرش بالدار لان هذيك الفلوس درموك راه شهر شهرين تجيبهم في الشهر ديالك تجيبهم ما فهمتش هو اخويا امين الله يسهل عليك عندك شي سؤال اخر نعم الله يحفظك نعم قلت لك واش عندك شي سؤال اخر على هذا البلان لا خي سفيان الله يحفظك حتى شي لايف ثاني ونطلعوا معاك الله يسهل عليك يلا تهلا فراسك اخويا امين هنا ويلي كاين نتايا انا اخويا في واشنطن ستيت انا بعيد عليك واشنطن ماشي اللي هنا اللي لداخل هذيك واشنطن ماشي ستيت هذيك غير واشنطن غير سميت المدينه فين كاين البيت الابيض ولكن واشنطن الاصليه هو ما هذا واشنطن ستيت انا في سياتل واشنطن ستيت يس يلا يسخر لهم ورا خي سفيان امين اخويا امين يلا تهلا لي فراسك الله يحفظك الله يحفظك نعم so yeah المشكله هو انه الناس ما عارفينش الستريس اللي كيكون في هذا الشيء ديال الرموك كميه ديال الستريس والمشاكل يعني ديما كدوز مع الديسباتش ولا مع البروكرز داك الشيء وشحال من حاجه خاصك ترفضها يعني كاع اللي كيسوق الرموك كيقول لك كنرفض ما كنمشيش لا ما كتعجبنيش هذه يعني حتى تكون تا هو الباص ولكن فاش تدوز عن شركه اخرى كتقول لي بحال اللي نتايا كيتحكموك يعني ما بغاش شي واحد يمشي اللي عنده الكاميو ديالو ولا اللي شاد البيرمي ديالو داك الشيء نصيفطو هذا بعدا اللي ساني كونترا يعني بحال اللي كيريسكيو بك وبنادم يلاه جديد وغاصيفطو لكاليفورنيا راه ما ساهلاش راه شهر تنقول لك راه كتولي كتستريس بزاف شكون هما دوك اللي قالوا لي الميريكان مازالين جداد نطلعهم معانا كيفاش البلان ديال واش تقدر تجيب عندك عائلتك لامريكا كيفاش واش هي شديتي جنسيه خويا غير بالجرين كارد تجيب الوالده ديالك ماشي مشكل I send you a private message please reply to me ان شاء الله خويا عزيز طلع اخويا العزيز نطلعوا شويه الناس الجداد اللي ما عمرهم طلعوا معنا تاهم باكس تراك بيزنس خويا باكس تراك تا هو زوين يلاه هضرت مع واحد خونا على هذا البلان هذا
تيدخلوا الفلوس صاحبي $3,000 ديالهم في السيمانه حاليا. دابا في الوقت ميت الناس كيدخلوا حتى 3000 تبارك الله. شنو دخل $3,000 في الباك تراك وكتجي تقريبا يوميا للدار. هذا واحد البيزنس اللي انا عجبني بزاف مؤخرا وبقيت كنبحث عليه. قالوا السلام عليكم اخويا سفيان. اهلا اخويا عزيز صافا. هاني صافا مزيان بخير امور. الله يحفظك اخويا. الله يبارك فيك اخويا. شرفنا شامل معك ايوب 25 سنه والله جيت الميريكا نيو جيرسي. الله يخليها سلاح على بلاصه كيديرها بلاصه ما فيها ما يدار ديال الصح ياك. زعما 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 شحال دابا انت قلت لي تما اخي؟ لا انا هنا يلا في 15 اليوم. ايوب 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 يلا مازال ما شديتي لا وريقات لا تلعب. لا لا يلا صوت السيكيتي يلا درت الاكونت بنك ديالي صافي باقي ما درتش والو. عجباتك عجباتك ديك الولايه؟ لا علاش ما عجباتكش؟ ما مخلطه بزاف كثرت الهنود كثرت العرب المصريين ما ماشي ديال الصراحه اللي قلت فيه الواحد. اكثر اكثر يعني اكثر جاليه تما هما المصريين. المصريين كاين نيو جيرسي عامره غير بالمصريين وبال يعني بهذوك الناس السميمرين ما بغيتش نقول اوازاو داكشي يسمحوا لنا على الكلمه هذه. كاينين بزاف وماشي غير هو لا كاينين دوك الخايبين ديالهم كاين دوك الخايبين اللي كتشوفهم ديما فوالا وكاينين يعني المصريين بزاف وكاين المهم انا مشيت لها ما حملتهاش صاحبي عرفتي كان انا زدت 15 اليوم باقي ما كملتهاش وقيله حتى الاربعاء عاد تكون عندي 15 اليوم هنايا وما حملتهاش براسي حيت عندي لا فامي هنايا فهمت راك عارف انت جيت الاول ضروري غتجي عند لا فامي عندك باش يلاه يوريوك يلاه كذا يلاه كذا يا وجيتي عند العائله دابا نتايا جيت عند العائله مي كاري راسي تنمشي نجلس معاهم وتنجي نجلس راسي عاوتاني. وبالنسبه بالنسبه مثلا واش عول انه تشد الوريقات تحرك لشي بلاصه هادي ستور تام لا فامي تام دينا في راسها فين باغي تحرك شنو البلايص اللي تطلع لفلوريدا واصله لاورلاندو. عندك دراري تما صحابك؟ لا ما عندي حتى شي واحد تنعرف الصراحه انايا من غير لا فامي. وما يمكنش تمشي لشي ولايه وانت ما كتعرفش شي واحد داير زعما كوم كوا نمشي انا ولا فامي فهمتي. ولكن خاصك اصلا فاش كتبغي تكري راه كيتحققوا من هذيك الباك جراوند تشيك ديالك يعني الخلفيه ديال شحال وانت هنايا الكريدي سكور وداك الشيء الاخر. ماشي دابا لا ماشي دابا وما واحد قد نقول لك واحد العام عام عاد تحرك تقريبا يا يا صافي مزيان صحاب انا قلت لي يلاه يلاه تشد شويه اللون يلاه كذا يلاه كذا راك عارف يلاه تولف يلاه يلاه ديك الساعه باش تولي ديك الساعه تعرف فين تمشي وفين تجي كاف. اول مره تجي هنايا راه ماشي سهله. لا لا ضروري راه ما ساهلاش هذه اصلا ماشي سهل راه مازال اكتئاب وكذا ويلي من دابا من دابا ولكن عادي فريك انت تشبال لك من الاخر كانوا تيهضروا معايا انا دابا دي زامي وكذا اللي غيجيو خرجت لهم زعما ديال 2023 تبغوا ما تبقاش تبان لكم ديك واو بزاف هذيك واو كاين غير ثلاث ايام الاولى موراها تنقول لك صافي ماشي واو بزاف راه ما تيشدك واحد الستريس الاول شوف ما كنتيش عارف حتى شي واحد فصعيبه بزاف. يا يا هو الواحد يتوكل على الله ويدير مجهود ولكن ما يسينش ديك الواعر ويجي تصبر خاص تصبر خاص لا حوايج تماما تماما. واش نقول لك برافو بعدا اول حاجه مبروك حيت جيتي الله يحفظك اخويا سيدي. دائما فاش طلبوا لك؟ لا 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 ما طلبوش لي الدار. انت وقيلا عندك الفيزا شديتي قبل ما يخرج هذا القرار ولا؟ خديت الفيزا في موان 5 كان تما ما كيسولوش على الضمان والكونت بانكي لا كونت بانكي سولوا عليه شي ناس وشي ناس ما سولوهمش حتى انا راك عارف كيدوز الانترفيو وكذا كازا دونك انت ما سولوكش؟ لا ما سولونيش على الكونت زعما بونكار شنو عندك وكذا حدهم تيسولوك واش غادي معك شي فلوس وشحال غادي معك. هادو سولوني حتى انا شحال هادشي هذا كيسولو اي واحد يعني وكيفاش البراند دابا كيسولو شي وحدين وشي وحدين ما كيسولوهمش؟ ما كذبش عليك والله ما عرفت حتى انا براسي ما عرفتش. كنتي كتخدم في المغرب؟ كنت تنخدم انا كنت ازاكيني كاين كل عند لابوراتوار كانت عندي ما ماشي زعما خدمت حتى شي عام بحال هكا حتى عام. والمهم المهم تنظن هذا الشيء علاش ما سولوكش لانه اي واحد تيشوفو كان خدام ويعني ميسر في المغرب ما تيطلبوش واقيلا الناس اللي اللي مثلا ما عندهم من ديبلوم ولا من لافاك ما عمرهم خدموا هذوك هما اللي كيتحكروا معاهم. لا باقي صغار باقي صغار 19 20 واقيلا تيكون تيقول لي شكون على واقيلا تيبداو دابا يقول لهم الضامن واقيلا ممكن يا ممكن حيت هادشي علاش كيسولوني الناس يطلبوا لهم هذا البلان هذا
خصوصا دابا ما كتعرفش واش غيسولوك ولا لا. داكشي بنادم خاصو يمشي واجد يمشي واجد صراحه تيكون داك ستريس في الاول راه عارف. يا تماما واش نقولك عرفتش بغيت نسولك اخي سفيان لا لا عندك شي شويه في دير علاقه ديال القرايه واش نقولك والله ما غنفيدش اخويا ايوب يعني ما حيتاش ما نشوف كيفاش ندير لي فالونس ديال الماستر ديالي هنا شنو كاع داكشي ديال الكيفالونس والله ما عندي فكره ولكن صعيب انت باش يقبل ما مثلا عقول خاصك تولي تقرا ثاني هادشي اللي كنشوف هي ضروري ما تقرا ما تقرا سولت هنايا في الكوليج ديالهم ماشي ناس باش ما عرفش شنو كاين قالوا لك ضروري ما تعاود تقرا هي ما تعاودش ازير لا لا غتقرا شي حوايج اخرين شي حوايج اللي هما في المغرب ماشي الفيم اللي هنايا فوالا ماشي كيف اللي قريتهم في المغرب كاين عرفتي شنو احسن حاجه غادي دير سير للجامعه الكوليج ولا سير اليونيفرسيتي راه عندهم واحد المكتب تيكون واحد خونا متكلف ديال هذيك الاستشارات انت كتوري شنو عندك وشنو باغي تقرا وتيقولك شنو خاصك هما كيعطيوك داك الشيء احسن من اي واحد في اللايف ولا هما عندهم واحد القسم فابوا كتمشي عندهم تقول لهم انا باغي نقرا وهذا الشيء شنو عندي شنو جايب معايا وشنو باغي نقرا وكيعاونك راه داكشي اللي غادي ما عرفتش كونسلتنت ولا شي حاجه بحالك ولا ما عقلت اما باش نعاونك اخويا ايوب غير المسامحه حيتاش ما مشيتش للجامعه باش نقرا يعني ما عندي ما عارف لك انا عارف كنت انت في بالك شي حاجه راه غتقولها لينا والله حاجه تكون زينه تقولها للناس باش يدوا لنا افاده انت الله يحفظك اخويا ايوب مبروك عليك والله يسهل عليك الله يحفظك اخويا سفيان تحياتي وصلى لي فراس نشوفك في الله يسهل الله يحفظك صلى لي فراس نعم اي طلعت الرياضه قلت لك واحد في نيويورك تحشد اللايفات ولا والو 700 واحد تبارك الله راه الخير والبركه هذيك نشوف الدري هذا الا عنده كونيكسيون ولا بغى يطلع خويا سفيان واش ما بقيتيش تراك لا خويا مازال اخويا العزيز انا كناخذ فاكونس طويل انا ديما كناخذ فاكونس طوال كتخدم شويه تجلس بزاف خويا العزيز الواحد هو اللي يجي ويخدم ويتسارى ويعيش ويرتاح عندك شي تجي لهنا الميريكان وتكون يعني بحال اللي قلتي باغي غير الفلوس ما كدير حتى شي حاجه زوينه في الحياه يعني ما كتسافر ما كترتاح ما كتشري اللي بغيتي نو بالعكس خدم شويه وعطي شويه لراسك الناس الراحه مساريه ولكن فاش تنقز للرموك ولا تنقز لخدمتك كاينه الخدمه الليل ونهار الشحط خويا عزيز انت ما بغيتيش تطلع الدري اللي درت له بين ديال سياتل انا بغينا نطلعوك باش نعاونوك صافي ما بغيتيش تطلع اخويا عزيز you should do English test first and you can apply to community college ماشي بالضروره اخويا عبد الجليل دير English test تما نيت كيديروا لك تيست انا طلعني 2 days just go here كيفاش المغرب ولا بالتام دويل جوب بانك خويا جوب بانك دوينا عليه هذيك النهار ياتهم يدخلوا دوك الشفاره بغاو ينصبوا على خوتهم خويا زين فاش طلع شي واحد كتسول شحال من خطوات كتجي الكره خويا ما عندهم باش يفيدوك هذوك شحال طلعتي شحال من مره هذاك الشيء سيستم شي تازي كيما شي واحد اخر معنا في ميريكان سفيان زين سيمو ايزي الله يحفظك خويا الغزال كونيكسيون مريضة داكشي علاش بغيتي تتحول من نيويورك ونيويورك وفيها كونيكسيون ثقيلة اخويا العزيز شوف الدري هذا عينا مجموعة في القورية والو افريقيا كيسمعوك ويقولوا لي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ليش هذاك خونا وري هذاك خونا اللي وريتي دابا ماشي هو داك اللي اللي سميتو إحساس صاحبي إحساس هذا فين راه سفيان؟ والله إلا صحابي نتا داك إحساس عرفتي داك اللي حماق في المغرب فري فري كيشبالي لا ما صورتي على بلا سحب لي هو صاحبي هاني يا العزيز كي داير فين مزيان فين خلاص سفيان هاني الله يحفظك الغزال هاني بخير الله يحفظك حتى حنا عندنا الصباح حال راه باينه فين راكم حنا يا خويا في يوسف الله يخليها سلعت على بلاصه صافي ما بقيتش فين وي صافي ترى الحراره صافي راه بالسيف صاحبي بالسيف او وي شحال نتوما هنايا يلا دابا تقريبا شحال
شي شهر تقريبا. بجوج بيكم؟ جوج بيكم. انا ثلاثة. اش الدراري؟ ثلاثة. ما عندي فين ساكنين في برطمان دار برطمان هذيك ياك؟ لي زابارتمون ديال الدار. مزيان. ثلاثة فيكم قولي جداد. ثلاثة. واحد الدري سابق قلنا تقريبا شي عنده شي 10 شهور هنا. ايوا مزيان برافو عليك. ما قلتش معايا في الله يبلا. وطلعت معاه في صاحبي شي ثلاثة مرات باقي ديك الساعة في المغرب. لا ما عقلتش عليك. عشان بلاصة في المغرب؟ خريبقة. كنت طلعت معاه في واحد النهار. ما عقلتش. الله يحفظك. ما عقلتش. كيجاتك ميريكان؟ واخويا راه عالم اخر زوين الصراحة. وشوية هيوستن الصهر. شكون اللي احسن هيوستن ولا خريبقة؟ بحال خريبقة بحال هيوستن. والله الا نفس الجو بالله. بحال نفس الجو. اجي شوف بالرجوله شنو بانت خريب كاع احسن يا نعم. بانت خريب كاع احسن. لا تش الفرق بين الجاب هذه لهذه. شكون دابا قول لي راه بان لي بحال اللي عاجبك خريب كاع. لا وحنا دابا في خريب كاع حنا كون عاجبنا غنكونوا في خريب كاع. برافو الله يسهل. كيفاش كيوسن مشيتي لو ديك ريتشمان داون ساون ولا غير؟ مشينا ريتشمان مشينا داون ساون ويست هايمر. ويست هايمر اشهر برنا ديال الامه كامله. فين ساكنين نتوما؟ في ديك ريتشمان عرفتيهم هذوك فوتراك؟ عرفتو فوتراك كاينين بزاف تما مع المكسيك. كاينين تما مشروع زوين هذا. عرفتي دابا بالرجوله دابا نتوما مش كتلعبوا في الطوبيس كيهضر معاكم السبليونيه ياك؟ بزاف الصبريونية بزاف. هذيك بخصوص هذيك فيستا بزاف من الحوايج اللي كرهتها هذيك هيوسن هو كيهضروا على الصبريونية تماي. هي المكسيكيين اللي حاكمينها. تحية لخريج دير لهم حد يديك بزاف اصاحبي. هنا المكسيكيين بزاف تيهضروا بالصبريونية بين زوين. لا دابا انت عجبتك هيوسن تكساس ولا تشوف شي بلاصة أخرى؟ لا راه غنضربوا سيمستر ان شاء الله ونقدروا نشوفوا شي بلاصة أخرى. السلام عليكم ابطال كيداير لاباس عليكم؟ السلام خويا هاني بخير. والله الا الحمد لله خويا اش كتعاود انت كلشي بخير؟ الله يحفظك الغسه. الله يحفظك الله يتقبل. يلا صلي شي وقيته العصر. لا يلا غنصلي الله يتقبل ان شاء الله. الله يتقبل وصباحا. اقول لي دابا واش عجبتكم هي سنتكساس ولا غتحركوا لاريزونا؟ والله ما نكذب عليك دابا يلا حنا باقي يلا الشهر فهمتي بالينا شويه قاصح. فاش كتخدموا؟ لا باقي دابا ما كنخدموا ما والو. حنا دابا باقينا تنقراو. فاش كتقرا؟ حنا فيزا قرا. لا ماشي حنا ماشي لوتري. حنا طلعنا قرا. نتوما جيتو قرا؟ لا طلعنا. طلعنا قرا يا صاحبي. انا لا لا شو سميتك احساس انت؟ ايش سميتك؟ يوسف. هذا الياس. انا الياس. دابا عيني يوسف. دابا يوسف هو احساس ياك. سمعتكش كوليكسيون. رجع هو اللي القرايه ولا راه اصلا خدامين لا خدامين بسانكشي ماشي مخدامينش بالويتي. ار كوليكسيون ميت اخويا تمايا. سيسيل فوت فوت دابا مزيان. دابا عين دابا غير باش نتفاهموا دابا وانتم مشيتوا قرعه ولا قرايه؟ جينا قرايه. حنا جينا قرايه. عين دابا انت اللي كتشوف فيا انت مول الكاسكيطه. شنو سميتك؟ يوسف. انا يوسف. دابا انت اخي يوسف كيفاش جيتي قرايه؟ واش كنتي سيونس مات ولا كيفاش؟ انا كنت سيزيام كنت سيونس مات ولكن الباك سيونس فيزيك. وكيفاش درتي القرايه وجيتي؟ لا كتدفع الناس كتدفع فيزا عادي. خاص يكون الوالد ديالك مثلا يضمنك وكتاخذ فيزا ديالك عادي. دابا شوف خي يوسف شوف دابا ماشي غنتنمروا ولا شي لعبه. غنسولكم اسئله اللي فريمون خاصكم تجاوبوني. دابا نورمالمون كيطلعوا معايا الدراري. شوف كيطلعوا معايا الدراري اللي كيجيو للميريكان ياك. ولكن كاع اللي كيطلع معايا بدوك مضيدرات يعني سيونس مات ولاد فهمتيني ولاد ماما كدا يعني يعني نتايا بين فيك تبارك الله حرش يعني كتدمر في الشمش كدا. كيفاش درتي لي هسه؟ لا شوف عرفتي انت شوف يوسف دابا انت هو هذيك خوانيتك الزينه في النار.
واش يبقى يمسح السبوره بحال كوك الجكيري وفي الاخر هو اللي تيخدم ياك وفي الاخر هو اللي تيخدم في الاخر هو اللي كينجح هو اللي كيخرم هذا بيه بالرجوله كي درتي ليها النبا واش تي قرايه ولا قرعه هذا لا والله الا قرايه بالله حب الله والله الا قرايه عرفتي راه اكثر من 850 واحد حتى واحد ما تيقك والله الا قرايه امريكان اصاحبي واش ماشي امريكان انت شوف شوف الدري اللي معاك يوسف وانت سميتك الياس الياس انت الياس باينه فيك شويه قراي يعني باين فيك شويه ولد ماشي ولد الشعب ولكن هذا راه ماشي ولد الشعب فاج ولد الشعب اللي بالروج ولا انت بعدا خاصنا لا شوف شوف هذيك الساعه اربع قاسم شوف شوف لا شوف والله الا الدراري كيسولوا منيتهم والله كي درتي ليها صاحبي عاود لنا التجربه تاتا الدري عاود لك السلام عليكم اخويا انت كتقول لي اخويا انت ما كتكذبش كي دار انا والله يلاه سالي شوف نقولك شنو اللي كاين اخويا بالنسبه للفيزا راه والله الدراري ما تيقول لا والله يلاه بصح شنو هو البلان دابا خاص دابا كتدفع المدرسه ولكن الكوميونيتي كوليدج كاين يونيفرسيتي كتكون القضيه غاليه شويه باش كتخلص العام كوميونيتي كوليدج كتكون رخيصه بحال نقول مثلا بحال مثلا كتجيك 8 مليون العام 9 مليون العام مقارنه ببلايص اخرين راه رخيصه اما اليونيفرسيتي راه 10 مليون راه 10 مليون العام الفوق 15 مليون الفوق دابا حنا درنا كوميونيتي كوليدج درنا كوميونيتي كوليدج ولكن دابا انتما كتقراو اللغه دابا تصمص على حساب دابا ملي كتدخل تدوز حتى التيست ديال الاي اس ال لا شوف انا نقولك شنو اللي كاين دابا على حساب المدرسه كاينين مدرسه كيقبلوا الطوفل ولا الايلتس وكاينين كاين اللي مثلا كتمشي تما كدوز الامتحان ملي كدوز الامتحان ديك الساعه كان النيفو ديالك مزيان كيدوزو كنيشان لك كلاس ديالك تقرا بروغرام ما كانش ديك الساعه كيعطوك ديك كلاس ديال لونجلي هذا باش كتدخل هذا هو السيستم هذا وشحال كانت عندهم في البنكة دابا على حساب كل مدرسه وكيفاش شوف غنقول واحد الحاجه طالبين شوف اليونيفرسيتي طالبه فوق 23 مليون في البنكة اوكي والكوميونيتي كوليدج هي كوميونيتي كوليدج طالبه فوق 23 الا كانت عندك فوق 23 راك قادر تخلص الجامعه وهي بس زوينه ما كاينش ديك القضيه ديال بلوكي غير تقدر مثلا واحد يتسلف وهادي يحط لك فلوس اوكي واش سميت الكوميونيتي كوليدج اللي ابليتي عليها نتايا سميتها هيوستن كوميونيتي كوليدج اتش سي سي او صافي يعني دخلتي عمرتي ديك الابليكاسيون ديالهم وخلصتي داك الفي لا حد شو حد سيد هو اللي دار لنا المسطرة أوكي هو اللي تكلف لكم بكل شيء حد المدرسة سميتها English Time Academy أجي دابا شوف دابا كل شيء مزيان ولكن دابا أنت إحساس كيفاش درتي الفلوس كيفاش حطيتي 23 مليون في الكون عادي ولد عطاني أتيستاسيون صوب لا واش الوالد حل الكونت بسميتك وحط لك فلوسك ولا هو سبونسر ولا هو كيعطيك اتيستاسيون صوب ديال الكونت ديالو يعني هو اللي ضامنك دابا تصنت ليا دابا ملي كتجيك الاي 20 ياك عارف الاي 20 كتجيك الاي 20 من ورا الاي 20 كتابلي على الفيزا كتخلص السيفيس ياك كتعمر الدي اس وكدي معك كتمشي للقنصليه كدي معك الدي اس سيفيس الاي 20 باسبور وكدي معك اتيستاسيون سول ديال الوالد ديالك برافو عليك انا صحابني شوف والله الا برو خمي جيتي قرعه ومطوبه علينا ولكن حاجه اخرى ولكن شوف حاجه اخرى غير هي كتبقى عاوتاني حوض في القنصليه واش كيفاش غتهضر معاهم فهمتي اصحاب قرايه تيدوزوا لهم كيف بلونغلي ماشي بحال القرعه انت كيف شنو سولك القنصل بلونغلي كيسولك شي خمسة الأسئلة بحال هكاك شنو الميجر اللي دير علاش اختاريتي ميليك علاش اختاريتي هاد الجامعة كيفاش صبتيها how did you find it هذيك الكوميونيتي كوليدج كيفاش غتخلص قرايتك شكون هو از يور سبونسر صافي وملي غتسالي قرايتك اش غدير شحال شديتي الباك خاصك ترجع انا شادو 12 اونس يعني راك قريب شويه لولد الشعب وسميتو لاخر بشحال انا خويا انا 12 ماشي ولا الشعب اصلا
شوف انا عارف ان هيوستن وهيوستن تكساس هيوستن فيها الشمس بزاف يعني كترد لك الزيت فري الحراره والله راني يعني كنت لا شوف شوف واش يلك حلات وفوجه ما كانش اي سي تقدر فهمتي ما تقدرش تعيش فيها راني كنت فيها صاحبي ما حملتهاش دابا واش لا عرفت شوف 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 انا ناوين سميتو ناوين نبدلوا اليونيفرسيتي عندك حق تكمل السومات الكور تبدل فين غتمشيو غنشوف شي ولايه اللي افوردابل والجو ديالها زوين ودري لي معاكم تا هو تيقرا اللي كيصلي تا هو تيقرا هو دار هو كمل عام شنو دير دراسه باقي عام يتسد دير دراسه الاسلاميه في امريكان لا لا هو كمبيوتر ساينس كمبيوتر ساينس الله يسهل عليه تا هو درويش اللهم امين الله يسهل اشوف فاش صليت عيب صافي دوزتي واحد الباكون زوين بعدا في المغرب كيفاش قلت يا سفير خويا زوين وخاي وقول له يدعي معنا ما هو كيصلي يدعي معنا كامل الله يسلمك اقول لي دابا شوف احساس اسمح لي ولا كنت نسالي سميتك شوف شنو باغي تولي هنا ان شاء الله فاش تقرا خويا انا دابا تنقرا نيرسين انا برافو ابلايت على نيرسين برافو عليك نيرس وانت يا إلياس أنا أخويا كمبيوتر بروغرامين يعني الآي تي برافو عليكم والله دل... والله لا برافو عليكم بروغرامين والله لا شوف استخدمتوني صراحة ولكن يا را كل واحد وكيفاش عرفتي حيت حديت جيت قرعة أنا قلت وقيلا لا 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 صوبين علينا دفعنا القرعة وما جاتش هاد العام وديجا دفعتو القرعة وما جاتش لا ديز دافعين ودابا كي جاتكم الجامعه هنا القرايه بحال الجامعه اللي في مكناس وداك الشيء لا مختلفه تماما عندك الفلكسيبيليتي ها هو الدري السابق ما فهمش قاري فهم مزيان عندك فلكسيبيليتي تختار لي كلاس الاوقات اللي بغيتي صباح عشيه كتختار الاستاذ اللي بغيتي اليوم اللي بغيتي كتشوف الريفيوز ديال الاستاذ واش مزيان ولا ما مزيان تختار ولا لا امتحانات ساهلين ياك سالين كيكونوا كيساهم الاغلبيه من غير الماس كيكونوا بعض المرات فيه زعما ولكن بالنسبه للتيز ديال لونجليش يكون شويه قاص فهمت خاص تكون عندك لونجلي مزيان هذا هو هذا الشيء اللي كنت بغيت نقول لكم يعني بازي ولا لونجلي مزيان باش كل شيء كيجي ساهل وكتخدموا كتبريكوا مره مره ولا والو لا 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 ما لا شوف ما عندناش حق نخدموا حنا اصلا باش تخدم في الجامعه سيمانه عندكم 20 ساعه في الجامعه ولكن شو ما عندك ما دير بها في الجامعه فهمتي عرفتي شنو هي احسن خدمه تقدر ديرها هنا في امريكا بالنسبه لكم نتوما هي البيع والشراء اييه البيع والشراء تبقى تبلاي ديال الانترنت بحال مثلا يعني شوبيفاي واش قولي شوبيفاي كاين بلان زوينين كتشوف دوك الصورات بحال جود ويل بحال مثلا الصورات اللي كيكونوا تيبيعوا لك حاجه الكازيو كتشريهم من عندهم نتوما كتبقى تليستيهم في الفيسبوك ولا في ايباي وداك الشيء كيتباعوا هنا بزاف وتبقى تربح يعني تبقى ما عندك ما تخدم عند شي واحد بالنسبه لكم فهمتيني وفي نفس الوقت راه بريك ولا ديك 20 ساعه في شي بلاصه اخرى وانتم غاديين مزيان الله يحفظك بزاف الناس ديال الخريف كاع زاد عليا بزاف دراوش الله يسهل عليكم الله يحفظكم وقول احساس ما تخافش راهي كنضحكوا راه راه برافو عليكم ورسال عليكم ان شاء الله شي بلاصه اللهم امين يلا صلوا فراس الله يحفظك بسكو الله يحفظك الله فراس لا بالعكس والله لا الدراري ديال خريبكا اقسم بالله عمرني شفت شي واحد منهم خايب ولا واحد باش كاشبوك دراري خريبكا يعني دراوش وتيخدموا تيدمروا الله يسهل عليهم نشوفوا هاد الدري هذا طلع خويا يلا هو موتيفاكم شي الو فين خايس فيا مزيان اقسم بالله الا سحبني غتهضر معايا في السودانيه ولا شي لعبه عارف هضر معاك سميتو ثانية دابا حتى انا مو دابا خايس فيا لا اقسم بالله شبهتيني واحد السوداني كنعرفو هنا دوز معايا فيرم يضرموك هاني هذا السوداني عايش في سميتو ماشي السودان راه مسلمين تا هما تيصليو وكذا السودان السودان ما عرفتش السودان ولا ما عرفتش واحد الدوله تمايا صافي عليك اخويا العزيز الله يحفظك ليلى بخير كي داير انت مزيان والله الحمد لله اخويا سعيد مرحبا بك العزيز انت في امريكا الله ينورك وهي في امريكا اش بان لك
طلع شويه ولا ايه ما كتبان لي حتى شي لعب لا ناطحات السحاب لا والو ياك اخويا راك عارف المغرب دابا عندهم الظلام الظلام ولكن ما عرفتش ما بنتي لياش وصافي قول لي واش اش من ولايه نتايا اوهايو اش من بلاصه انا قاعد دو... الولايه اللي كيطلع كولومبوس كولومبوس اوهايو اما كاين غير شي الماخي ديالي هاد اليامات بزاف اخويا الله يلا بزاف تما بان لي باش تخرج خرج بهذيك الشيء بحال ديال الدرع كايا ديما سير السطور الدرع والله العادي خصك دير واحد الكاسك ورا راسك باش مين والله الا اش عيب شويه عليك ما تمشيش دوك بلايص اللي فيهم راك عارف واه داكشي اللي كاين راه داكشي اللي كيكون فيه شويه ديال الشوتينغ صح جيتي قرايه ولا شنو لا الديفي قرعه شحال انت هنايا يلا حطني يلا حطنا الكره تقريبا شي شهر وشي حاجه تبارك الله جيت الدراري جداد كاملين يلا جاو مؤخرا يلا تلقاوكم تقريبا الدراري الدراري اللي معايا في الدار جداد يلا تقريبا حتى هما شي شهرين ثلاث شهور هكا باش تاكل مع الدراري مغاربه يونس اجازي سميتو ها هو حتى هو ياسين ولد اللالي سي سفيان الغزال صافا عليك اخويا مزيان هانيا كيداير اخويا بخير لاباس عليك انت هاني بخير كلشي مزيان الله يظل الله يحفظك ليا اخويا انت مازال جديد قول لي اخويا انا مازال جديد اخويا هذه شهرين ياسين يقول لي يلاه انت شهرين يقول لي شهرين اخويا ولفت شويه اوهايو الصه ديالها ولا مازال الصاد اخويا ما كاين ولفنا اخويا صراحه كاينه الحراره تسنى تسنى الوقت البرد وما غاديش تقدر تخرج في السروال في اوهايو عرفتي بارد بزاف صراحه داكشي اللي كيعاودوا لنا صراحه الدراري اي تغزى كاين انت كلشي مزيان والله الحمد لله شفتي الوريقات ديالكم كلشي ندهور سيتو كل كلشي مزيان الحمد لله الوريقات شدينا والخدمه مزيان صراحه الوريقات ما تعطلوش يعني شوف سيما انت هما السوشيال والاخرى انا اللي تعطل لي انا اللي تعطل لي تقريبا السوشيال في 20 يوم مشيت ابليت عليه عاد جاني موراها تقريبا جاتني سميت جاتني الجرين كارد شي 10 ايام مورا السوشيال هي هذه الجرين كارد شهر كتجي حتى هي شهر وشي حاجه سدات لي انا غير شي 22 يوم كلشي وصلني والخدمه بديتوها ولا مازال؟ دار خدينا اخويا الخدمه ضروري شي خدمه مزيانه دابا في واحد السطور هنا ديال الشوت الشوتينغ هذا باغي كنجمع الرصاص واي ليك ما في ديك البلايص ديال تعلم الرمايه لا لا هذا حكي هذا حكي ولا صحابي بصحتي ديال الريم وكاينين دوك ديال الرمايه كتسمى تيخدموا فيها الناس اصاحبي عادي كاين انا كاين لا خدامين في والمارت دابا والمارت والمارت مزيان برافو عليك الله يسعدك هادو ما احسن خدام اللي يوم الواحد ستورات بحال والمارت والواحد يلاه بادي دابا مازال ما عرف شي حاجه راك عارف يلاه في ديبولي بنان راك دويستي يا خاي سفيان في المغرب ها او يا صاحبي قلت بزاف ولا داني فويا انت خويا راه عندك الزهره خويا خرجتي دابا هاد الايامات من تما قالوا لي الحراره بزاف اودي العذاب تعذبش اخويا في ديك الحراره في المغرب بزاف ونزل جات الرشيدية صاحبي تشوف الحارة كي دايرة لا او انا غير يمشي الرشيدية يدير ولكن جات الرشيدية تشوف بقى عاد نمشي للرشيدية ولا نمشي لديك زاكورا هذيك البلايص فيهم الصحراء فين كتدفن قلت يعرضوني الدراري قلت له خويا الا جيت تما نولي مرزوقة انا قلت زاكورا هذيك مرزوقة واه هذيك خلاص راه كت تما كيدفنوا زعما داك الشيء راه صحي زعما واخا تكون الحراره بعدا بنادم كيحيد الباب في دايره ما والو اخويا غير خلينا اخويا ما الحمد لله والله العادي تبرونز مزيان تما والله الا خلينا اخويا هنايا والله الدراري برافو عليكم الله يسهل عليكم شوف الله يحفظك اخويا سفيان تحيه شوف تعاونوا مع بعضياتكم والله يسهل لا 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 ما تخافش اخوك قول لي اخويا سفيان شنو هي شي فكره اللي تقدر تقدم للناس الجداد هنايا كنصيحه هكا عندك الكريدي كارد ولا لا كاين بديتيها نتايا خديتها ولا لا مع الصديق خديتها صافي شوف حاول ما امكن تبقى تخلصها في وقيتها وداك الشيء وبني شي نقيطات زوونين كاين اللي يبقى يقول داك الشيء الريبه وداك الشيء ولكن راه ما كتستعملش غير هذا الشيء ديال الكريدي ولا الريبه كتستعمل حتى بغيتي تكري ولا بغيتي تشري شي رموك ولا شي حاجه كيشوفوا واش نتايا عندك كريدي كارد مزيان صافي وما تشريش شي حاجه اللي ما تقدش عليها اش نقول
ماشي خلاص سولنا في واحد سميتو هنايا على حساب القرايه حيت قلنا كنت انا خدام زعما تمايا قبل ما نجي كنت خدام لافواس ديكشي ديال لافورماسيون اها وجا سول على القرايه هنايا ولكن شويه بنت ليا خصك حتى ضرب واحد عام عاد تدخل تقرا خاصك دوز عام في واحد الدويريه باش يلا كتولي بحال اللي كتشي اللي قال لي انا خصك المنحه كيف كنقولوا فهمتيني ما عاد خاص تبقى تقرا وتخدم وتصيفط المورين للدار وشوفي الا قديتي على داك الهيت اللي ما قديتيش راه القرايه بوحدها ماشي هي اللي كدير الفلوس هي فاش كتضرب العام هي فاش كتضرب العام كتمشي تقرا كينقصوا لك شي شويه ماشي بحال دابا راك جديد كيحسبوا لك واحد الفري شي شويه طالع وكتكون مؤهل انك يعني تشد المنحه كيف كنقولوا لك هي بحال دابا كتلقى الكريديت ديال لي مود مثلا كتلقى مثلا شي واحد السيمستر تما عندك كتلقى مثلا الا كنتي باقي جديد هنا في الولايه كتلقى شي 354 وكيله دولار يعني غتضرب في الموديل كتجيك تقريبا شي 15 وكيله العام 15 دولار ايوا شو قديتي على هذيك اما الا كنتي ضارب مثلا عام هنايا في الولايه كتجيك تقريبا شي 9000 دولار العام وكيله المهم فلوس سبعك على حسب هادشي اللي كنقول لك على حسب سميتو شي فلوس البروش ديال لا فورماسيون الكمبيوتر شوف الا عجبتك العزيز سير ديرها راه حتى حاجه مو مستحيله كنت خدام بها تقريبا شي عامين تقريبا ولا 3 سنين تما صوري ولا عجبتك ديرها ما سولوك واحد الدري هنا سولك قال لك شحال مره دفعتوا القرعه بجوج انا دفعت تسميت هذه الخطره الثانيه خدمت دفعت الخطره الاولى 2017 فاش يلا خديت الباك مازال ما داروش الباسبور مورا 2020 دفع عاوتاني وجاب الله التيسير انا شي 5 سنين ولا 6 سنين جسد المرات شي 5 سنين من 2012 خديت باكالوريا من تما بديت كندفع برا كندفع هاد العام الا تفكرتها كندفع ما تفكرش المهم عندي تقريبا 5 ولا 6 سنين مجوجين واحد بعد الصديق تا هو باقي جديد تا هو مرحبا نسلموا عليه تا هو باقي جديد امشى هرب كيخاف من الكاميرا شويه كيحشم ماشي مشكل امين اخويا الله يسهلك شكرا العزيز وتهلاو في راسكم امين تحياتي اخويا سفيان هذه اللي كتخدم الناس بني من الليل واحد عيت مني تحياتي عيت مازال الله يحفظكم تحياتي لكم اخويا عزيز الله يحفظك تحياتي الدراري بني من الليل شحال هادي ما درنا هاد الهيت هذا ديال نطلعو الدراري وكذا اي شكون عاوتاني لا ما عرفتش نطلع ولا بارك علينا شنو بالكم بزاف مسيفطين هنايا ما كتعرفش كاع شكون اللي في امريكا مسيفط لك بزاف باش يطلع ولكن ما عرفتش كاع المهم والله ما عرفت وقيلا نمشي كاو شي شويه ولا شي لعبه عرفتي دابا الا بغيت نبقى ندير لايف ماشي بحال شحال هادي كنجلس بزاف نبقى نحاول ما امكن نديرو لايفات نرجعو كيف كنا بركه